طبعا في البداية أنا كشخص ضد فكرة الدروس الخصوصية، يعني أنا ما أنادي معلمين، ولكن يعني إحنا في الآونة الأخيرة مع تقدم التكنولوجيا طلعت عندنا يعني برامج وكذلك مواقع توفر لنا مثل خدمات تعليمية ممكن تفيد الطالب إذا واجهته أي مشكلة أثناء الدراسة، مثل عندنا أظن بليمز، منصة بليمز، كذلك منصة علا التعليمية. هذه كلها منصات فادتني الصراحة خلال دراستي في المرحلة الثانوية. إضافة إلى ذلك، أنا حاب أوجه الشكر إلى أساتذتي في المدرسة، أستاذ الرياضيات عندي أستاذ خلدون أبو طاقية، وأستاذ الفيزياء أستاذ هيثم أبو العطا، وأستاذ الأحياء أستاذ أمير، وكذلك أستاذ اللغة العربية أستاذ محمد الشرقاوي، وأستاذ اللغة الإنجليزية ناصر الفيشاوي، وأستاذ مادة الكيمياء الأستاذ خالد محمود، وغيرهم من الأساتذة، وكذلك أستاذ الإسلامية أستاذ عبد العزيز الملة. ما أنسى له الفضل الكبير كان في حياتي الاجتماعية، وخصوصا في بعض الأمور كان يسلط عليها الضوء أثناء الحصص عن المشاكل اللي منتشرة على المستوى المحلي والمستوى العالمي. أحب أوجه له الشكر، وكذلك لجميع المعلمين لأنهم كانوا حريصين علينا كطلاب يوصلوا لنا المعلومة، وكذلك حريصين علينا خارج نطاق المدرسة أثناء التواصل على منصات التواصل الاجتماعي، كانوا حريصين أنهم يستقبلون أسئلتنا وما كانوا يترددون بالإجابة أبدا، كان الرد يوصل لنا حالا. فأنا حاب أوجه لهم كلهم الشكر، يعني ما أخص أحد بشيء، كلهم جزاهم الله خير.